السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات. اليوم سنقدم لكم شرح مبسط حول كيفية تنظيف فلتر مكيف سيارة هيونداي أكسنت أو الفيرنا، مكان تواجد الفلتر خلف الدرج بهذا المكان. لإنزال الدرج إخواني لأقصى نقطة ممكنة نقوم فقط بالضغط بهذا المكان وبهذا المكان بهذا الشكل. لو نلاحظ هذه الكوتش من هنا ومن هنا تخرج معنا بهذا الشكل، وهو الفلتر موجود بهذا المكان. قبل أن نزع غطاء الفلتر إخواني يتوجب علينا نزع هذا الكابل. هذا الكابل إخواني هو المتحكم بدخول الهواء من خارج السيارة أو بدورانه فقط بداخل السيارة. بهذا الشكل يكون داخل السيارة يقوم بتدوير الهواء فقط داخل السيارة، وبهذا الشكل يجذب الهواء من خارج السيارة. وهذا هو الزر إخواني المتحكم به يدويا، من هنا يدخل الهواء داخل السيارة يدور، وبهذا الشكل يدخل لنا الهواء من خارج السيارة. ولنزع هذا الكابل إخواني لو نلاحظ هنا يوجد نتوء بهذا المكان، أقوم فقط بالضغط عليه ثم سحب الكابل للخارج بهذا الشكل، ثم نقوم برفعه من هذا المكان ويخرج معنا، ثم نضعه جانبا. هنا هذا هو غطاء الفلتر. لو نقرب التصوير لو نلاحظ هنا إخواني نقوم فقط بالضغط على هذا المكان ثم نقوم بعملية سحبه بهذا الشكل، هواء يخرج معنا، ثم نقوم بسحبه قليل لهذا الجانب، ثم نقوم بعملية رفعه للأعلى ليخرج معنا. لو نلاحظ يدخل بهذا المكان، ها هو بهذا الشكل يدخل معنا، ثم نعيد يرجعه بهذا الشكل فقط. ولإخراجه قلنا نقوم بالضغط على هذا المكان ثم نعيد سحبه، ها هو بهذا الشكل. وهذا هو الفلتر إخواني، أقوم بجذب، يتكون من جزئين، جزء علوي ها هو، لو نلاحظ هنا نتوء وهنا فجوة حتى نعلم كيف نقوم بتركيبه مجددا. ولو نلاحظ كذلك هنا السهم، ها هو السهم كما مبين لنا طريقة تركيب الفلتر وإعادته إلى مكانه الأول ثم الثاني، ها هو نفس السهم يبين لنا اتجاه تركيب الفلتر. سنقوم بعملية السحب العلوي، ها هو يخرج في هذا المجرى لو نلاحظ، ثم نقوم بعملية سحبه، ها هو الأول، نلاحظ الغبار نقوم بوضعه جانبا، ثم نقوم بسحب الثاني، ها هو معنا. هذا هو إخواني، لو نلاحظ الثلاجة من الداخل نظيفة ما شاء الله. بعض الرمال موجودة بالداخل. نلاحظ هذا هو المجرى الذي يكون الفلتر مركب بداخله كما يظهر لنا كذلك من الأعلى، ها هو هذا هو المجرى، وعينوه بسهم لكم. وفي الأسفل ها هو، هنا يدخل معنا الفلتر والثلاجة، ها هي نظيفة. لكن سأريكم في فيديو آخر إن شاء الله طريقة تنظيفها بالماء بشكل جيد. الآن سنمر لعملية تنظيف الفلتر، ها هما سأقوم بتنظيفهما وإعادة تركيبهما.
ملاحظة إخواني قبل إعادة الفلتر لمكانه، سيسأل البعض لما لم تقوم بشراء فلتر جديد بدل تنظيفه. طبعا الأمر يختلف على حسب تقييمك أنت للفلتر عند نزعه ومشاهدته عن كثب، إذا كان يحتاج تنظيف فقط أو استبدال. في حالتي أنا قمت بتنظيفه فقط، وأنت إذا وجدت أنه يستوجب عليك استبداله قم باستبداله. الآن لنمر لعملية تركيب الفلتر. قبل عملية تركيب الفلتر إخواني سنقوم بإعادة الغطاء إلى مكانه ونقوم بتشغيل المروحة لنقوم بطرد الغبار من وحدة التكييف. سنقوم بإرجاعه كما كان. بهذا الشكل. ثم نقوم بوضع المروحة في الرقم 4. بهذا الشكل ثم نقوم بإطفائها ثم نعيد فتح الفلتر. ها هو بهذا الشكل. قلنا لتركيب الفلتر ها هو لنلاحظ السهم. هذا السهم يكون لي باتجاه الرادياتور الخاصة بالمكيف ثم نقوم بإدخالها. هذا الجزء الأول. ها هو نلاحظ نقوم بتركيبه بمكانه بهذا الشكل. ثم نأتي بالفلتر الآخر. ها هو دائما الاتجاه يكون ناحية الرادياتور الخاصة بالمكيف. بهذا الشكل. ثم نعيد الغطاء. بهذا الشكل. ثم نقوم بإعادة الكابل إلى مكانه. ها هو الذي قمنا بنزعه. فقط نقوم بإدخاله بهذا المكان بهذا الشكل ثم نرجعه إلى مكانه. وعند الانتهاء نقوم بإرجاع الدرج كما كان، فقط بالضغط على هذا المكان بهذا الشكل حتى نسمح بدخول الكاوتش إلى مكانها. ها هو بهذا الشكل وانتهينا من العملية. في فيديو آخر إن شاء الله سأريكم طريقة تنظيف ثلاجة المكيف. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.